قضية التهجير هي قضية مهمة بالنسبة لمصر وبالنسبة للأردن وبالنسبة للفلسطينيين أيضا. نعم. ويعني بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي قال مؤخرا أن حكومته متمسكة بتهجير الفلسطينيين خارج القطاع وإقامة مستوطنات في القطاع. كيف شوف ترون ذلك؟ الإسرائيليين أغبياء، بيفكروا هم بالقوة العسكرية وبهذه القوة الهائلة المدعومة أمريكيا واللي استخدموا فيها فوق 20,000 طن من المتفجرات على رؤوس أبناء الشعب الفلسطيني. إحنا لنا أكثر من 92 يوم نزل علينا ما لم ينزل على هيروشيما ولم ينزل على دولة في العالم، والحمد لله إحنا موقفنا صامت وقوي، ولم نسجل حتى الآن أي موقف ضعيف أو متخاذل، ولم يروا هناك أي تنازل فلسطيني. لذلك إذا بفكروا هم بالقوة العسكرية بنحطم رأس حماس، بنستعيد الأسرى، بنهجر الفلسطيني على سيناء، الإسرائيليين بيحلموا، بيعيشوا في وهم كبير جدا. أنا أعتقد اليوم معلش 7 أكتوبر كشفت وعرت هذه الدولة الهمجية الوحشية التي حاولت أن تصور نفسها أنها قادرة على كل شيء بقوة السلاح. اليوم جربت كل أنواع السلاح ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولم تنجح في ذلك. اليوم المقاومة شغالة في غزة وشغالة في الضفة الغربية وهي شغالة في جنوب لبنان وكذلك أيضا على باب المندب. أنا أعتقد إسرائيل بغبائها وجهلها وغطرستها هي التي تشعل الفوضى والعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. لذلك بدي أقول مسألة مهمة جدا يجب أن يعيها الجميع، أنه الفلسطينيين يجب أن لا يسألوا عما يفعلوا في هذه القضية بالذات، لأنهم ضحايا احتلال ولأنهم يقاتلون ضد الاحتلال. الأسئلة يجب أن توجه الاحتلال، لماذا بيصنعوا كل هذه الاضطرابات وهذا القتل وهذه الإبادة الجماعية ودولة الأبرتهايد وبناء المستوطنات؟ هذا المشكلة عندهم وليست عند الفلسطينيين. هي القضية، الرسالة المهمة التي يجب أن يفهم العالم بأن الفلسطينيين هم ضحايا احتلال ويجب أن لا يسألوا عما يقوموا به.